نعرف أن ليس عندكم كتاب صحيح، وأن كتاب الكافي ملفق، وأنه منسوب إلى أهل البيت زورا وبهتانا، والدليل أن أصح كتبكم عندكم تتبرمون منه تخلعونه، ما نقبل رواياته، ما نقبل. طيب أبطلوا الكتاب، أبطلوا الدين وانتهى الموضوع، وعودوا إلى الإسلام كما كان عليه. أسألكم سؤال أخوتي الكرام، استمعتم، صيروا شجعان، صيروا رجال، ايش قد الحق مع الناصبي؟ ايش قد تطو حق؟ يقول اذا انتم ترون كتاب الكافي لهالدرجة مهزوزين، كل ما نجيب لكم حديث تقولون غلط، تبروا منه، تبروا من الكافي. اقسم بالله العظيم هذا دا يحكي منطقي، وشوفوا ايش قد اذلاء أصبحنا بسبب العلماء. لك لا تلوموني لو يحطوني بثرامة، لو يحطوني بثرامة، لو يسوون جسدي تراب، أن من يقتل تشيعي هم العلماء. طلعوا، اكتشفت ذلك، أنا اكتشفت ذلك بالبحث والتحقيق 27 سنة، ولكم موال البارحة جاي 27 سنة. هذه الكتب الروايات طقطقتها كلها براسي، حفظت الأول والأخير. بعد 27 عام اكتشفت أن من يضعف التشيع هم علمائنا الأعلام. شلون تردوني أسكت؟ شلون تردوني أسكت؟ القضية أكبر ما تتصورون. ليش أنا أمشي وراء واحد هي قضية عاطفة؟ هذا مو ناصبي. يقول يا أخوان يا مسلمين يا شيعة يا روافض، أول شيء كذبوني، الآن أخذوا قولي على أنه كذب. ولكن فكروا، هذا الناصبي لمن انتو يا حصر بقلبي انا في رواية، في مناظرة، في سماوات وفي ارض، انتي جاني ما ادري منين جاني يقول لي الاف الحديث المكذوبة. ابو الحديث والمحدثين هاشم معروف الحسني طيح لي 3/4 الكافي. هذه قدامك المدعومة من المرجعية مركز الابحاث العقائدية، اشتحكي ويا برواية وقال لك ضعيفة على الكافي. مو حق هذا الناصبي يقول زين يابا انتو اذا هيك خبلتونا الكافي ما له قيمة، الكافي ضعيف، الكافي مكذوب، اتبروا منه، اتبروا من الكافي وخلصونه. منو السبب؟ منو السبب؟ ابو اللبلبي اللي يبيع مخضر؟ منو السبب؟ هذا المتصل؟ العلماء، العلماء هم السبب في تضعيف التشيع، العلماء هم السبب. انا وحدي وما عندي فلوس وتعبان، حركت الدنيا لأني قلت أن الكافي صحيح. النواصب أرعبوا، أقسم بالله العظيم أصيبوا بالذهول لأنني ادعيت وأثبتت ادعائي. أرادوا كل حجة، عرضوا لي رواية وروايتين وعشرة وعشرين، شككوا بي الشيعة هذا مخبل. أي رواية يعطوني إياها الله ينطقني بصحة الرواية، الله عز وجل. وصححت الرواية وأثبتت صحة الرواية التي عجز عنها الجميع أن يضعفوا رواية الكافي، وأثبتوا صحتها بأحلى كلام. ارجعوا، أتحدى واحد بكم يطرح الذي طرحته، وأثبتوا صحة رواية الكافي، وأنا فرد لا حول لي ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.